بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن حاجة زي ما تقدر تقول حاجة هتساعدك جدا في كود وترتيب وتنظيم وكل حاجة في الجافا سكريبت، بالذات لو انت مش بتستخدم مثلا حاجات زي ويب باك او جلب او الكلام ده. فدي من الحاجات اللي هسألك عليها، اللي هي موديولز، انك تقسم الفايلات بتاعتك على هيئة موديولز. يعني ايه؟ انك تقسم كل الميثودز بتاعتك والفانكشن وكل الفاريبل والكونستانت في ملفات منفصلة، في حتت منفصلة، في كل واحد في الموديول، كل واحد بالحاجة اللي خاصة بيه. وبعدين تستدعيهم في ملف واحد بإمبورت، وطبعا ده بيقلل الكود، بيسهل عليك الكود، بيسهل عليك المينتيننس وكل الكلام ده. ازاي نعمل ده كله؟ أول حاجة بس الاستراكشر بتاعنا، عامل أنا فاتح هنا على فيجوال ستوديو كود، تمام، عشان ده محتاجين إن احنا نتعمق أكتر من فايل. عندي الملف HTML عادي ورابط فيه ملف app.js. عندي هنا ملف الـ app.js وملف تاني اسمه utils.js فاضي. ملف الـ app.js ده اللي انا رابطه. انا بالنسبة لي هنا في الـ utils انا عايز هنا اعمل اكتر من function واكتر من constant واكتر من variable يساعدوني في الاداء بتاع الشغل بتاعي. تعالوا ناخد مثال. ان انا دلوقتي في الـ utils عندي method اسمها calc، method اسمها calc. تعالى نعمل function، او تعالى نعملها بالarrow function، نعمل constant كالك وهتكون الارو فانكشن بتاعتي. يعني انا اقول ان هي هتاخد رقمين بس، نم 1 وهتاخد نم 2، وهتجمع الاتنين مع بعض وهتعمل لي الريتر نم 1 بلس نم 2. وطالما الاتنين على نفس السطر فاحنا ممكن نيجي ونشيل ده ونشيل القوس ده، وادي كده الفانكشن بتاعتي. تعال نقول ان انا هعمل variable وليكن مثلا هجيب النهاردة، وقت النهاردة أو تاريخ النهاردة. فول الداي هقوله new date، هقوله get date، تمام كده. كل أنا عايز دلوقتي إن أنا أجيب الميثود دي اللي اسمها a function اللي اسمها calc وال variable اللي اسمه today ده، واستخدمهم في ال app.js، لأن أنا رابط ال app.js في ال index html بس. هتيجي هنا على حاجة اسمها export و import. export بتخلي ال variable أو function دي أو ال object أو ليه أو أيا يكن بتقدر إن أنت تشيرهم بره الملف اللي أنت فيه، وبتستخدم ال import علشان تجيب الحاجة دي. بمعنى أنا هنا هاجي أقول للكلك ده، أقول export، أعمل export لل function دي، وأعمل export لل variable ده، تمام كده. كل عليا دلوقتي اعمله ان انا اخد اروح على ملف الاب دوت جي اس واعمل امبورت للحاجات اللي انا عاملها اكسبورت، اعمل امبورت للحاجات اللي انا عاملها اكسبورت. فهاجي هنا مثلا اعمل امبورت وهقول له اول، او خلي الامبورت دلوقتي واقول له فروم امبورت. هنا هنكتب الحاجه اللي احنا عايزينها، وهقول له هنا فروم المكان اللي انا عايز اجيب منه الحاجه. انا اقول له عايز الملف اللي اسمه يوتيلز، انا عمل دوت سلاش عشان يبقى عارف ان انا بدور في المكان اللي جنبه، يعني utils دوت جي اس. هنا في الامبورت بتقول له انا عايز كل الحاجات اللي انت عملها اكسبورت، فاقول له استرك. حلو كده. بس طبعا الاسترك ده حاجه illegal مش هينفع نستخدمه، فبقول له استرك از utils. طبعا في طريقه احسن كده برضه. انا هنا بقول له انت هتعمل امبورت لكل الحاجات اللي حصل لها اكسبورت في ملف utils جي اس اللي هو الاتنين دول، وهتسميهم لي او هتحطهم لي في variable او object اسمه utils. لو انت عملت جيت تعمل console.log كده الملف اللي اسمه utils، بص على الكود عندي، طبعا هيجيب error. الايرور ده مهم جدا انك تعرفه، بيقولك cannot use import statement outside a module، بيقولك لازم الامبورت يكون جوه موديول. يعني ايه؟ ملف ال app.js بتاعي ده يعتبر ملف جافا سكريبت عادي، سورس كود بتاع جافا سكريبت، ما يعتبرش مديول، ما يعتبرش جزء من عدة أجزاء في المشروع، ما يعتبرش حاجة مميزة، يعني مجرد فايل مكتوب في كود وخلاص. الإمبورت محتاجة تكون شغالة في مديول، لازم تكون شغالة في مديول عشان تقدر تعمل إكسبورت وتقدر تعمل إمبورت. فأنت هتيجي هنا الملف index.js وتقول له تايب بإيكوال مديول على السكريبت. لازم تقول له ان ملف اب جيز ده مش ملف جافا سكريبت عادي، ده موديول، ده موديول. طبعا سيف، وبعد ما تسيف هتلاقي الكود اشتغل، وهتلاقي بص رجع لك ايه، رجع لك اوبجكت اسمه موديول. ولو بصيت هنا كده
هتلاقي عندك فانكشن اسمها كالكي، وعندك التوداي بتاعتنا طبعا النهارده 16، فعقب النهارده 16. حلو كده، هي دي فكره الامبورت والاكسبورت. تعال نشوف بقى طريقه احسن من كده. اول حاجه بس تاني، انا هنا حطيت كلمه اكسبورت قبل الفانكشن وقبل الفاريبل من غير اي مشاكل. ده وانا جيت هنا عشان استخدمه، هم جايين لي اوبجكت، فانا ممكن اجي يوتيلز دوت كالك، حتى الفي اس كود بيعمل اوتو كومبليت، اقول له 1 + 20 هيديني 21. ولو طبعا عملت 2، لا زي دي بارامتر، من باص بارامتر هتلاقيها 21. ولو انا جيت طبعت هنا ال today هلاقي جابلي برضه 16، النهاردة 16 عندي، طبعها لي اهو. تعالى بقى نشوف طريقة أسهل من كده نسمي بيها. بمعنى أنا هنا عشان أجيب الحاجة دي، بص لو أنا شلت وعملت import utils بس كاسم بس وسيفت، لحظة عشان في اس كود عمال يعمل كلير من عندي، بس نعملها بالشكل ده. بص لو جيت سيفت ايه اللي هيحصل؟ هيجي لي ايرور بيقول لك the requested module utils dot js does not provide an export name default. يعني ايه؟ لما انت بتيجي تستخدم تعمل امبورت يوتيلز كده، اوتوماتيك الجافا سكريبت بتروح تدور على حاجه اسمها اكسبورت ديفولت اللي احنا لسه مش حاطينها. لو احنا حطيناها اكسبورت وتقول له كلمه ديفولت، والقيمه بتاعتها ممكن تسميها اي حاجه وليكن كاوبجكت، بتعملها كده كاوبجكت عادي. ممكن مثلا نعمل هنا نرجع مثلا الكالك ده، او تعالى مثلا نرجع الديت نقول مثلا today هي ايكوال التوداي عادي. انا هنا بستخدم الشورت هاند، لو نفس الفاريبل نفس اسم هيحطهم لي زي ما هم. وبعدين نيجي نقول له الير مثلا، اقول له نيو ديت دوت جيت فول يير، وهيجي يطبع لي بالشكل ده، هيجيب له توداي 16 والير 2020. طيب لما انت هتيجي تعمل تاني امبورت وهتحط اسم اي فاريبل وليكن نيو كده، اوتوماتيك الجافا سكريبت هتروح على الاكسبورت ديفولت، هتروح على الاسم اللي اسمه ديفولت، هتروح على ده. طب لو انا عايز اعمل امبورت لكالك ولت او توداي، قصدي لو انا عايز اعمل امبورت الكالك وتوداي بس ومش عايز استخدم الطريقه دي، الطريقه دي مش حلوه، ان انا اقول له استريك از يو مثلا، هتيجي هنا كده هتلاقيها موجودة عادي مفيهاش أي مشكلة، حتى الديفولت برضه موجود كأوبجكت والتوداي. بس في هل في طريقة أحسن من كده؟ في طريقة أجمل من كده، إنك تستخدم الـ Destructing Assignment. تيجي هنا وتقول له أنا عايز كالك وعايز توداي. إيه الميزة في دي؟ اللي هي الميزة دايما بتاعت الـ Destructing Assignment، إن أنا دلوقتي جبت بس الكالك والتوداي، عملت امبورت للكالك والتوداي، ما جبتش الديفولت كمان معاه. تخيل ان انا هنا عندي مثلا، لو انا هاجي هنا واقول له لحظه واقول له انا عايز الير كمان، واقول له جيت فول يير، بص اللي انا برضو عملت له امبورت هو الفانكشن اللي اسمها كالك وال توداي بس، الفاريبل اسمه توداي بس، ما وجعتش دماغي وما قلتلوش بقى استريك، ما قلتلوش استريك وبعدين از يوتيلز مثلا. لو انا عملت كده بص هتلاقيه جاب لي كل حاجه، حتى الديفولت، مع ان انا مش عايز الديفولت، انا مش عايز الديفولت. وطبعا الاسهل من ده كله طبعا انك تعمل امبورت اليو بس، ده هيرجع لك الديفولت بس، ودي مش حاجه اللي احنا محتاجينه دلوقتي. انا عايز التوداي والير بس او الكالك، لو انا عايز الكالك اعمل اوبجكت ستراكتنج اساينمنت رايح دماغك، وقول له كالك كده هيجيب لك الكالك بس، وهتشتغل عادي من غير اي مشاكل، وممكن كمان تجمع بيها وهتلاقي زي ما هي كأنها فانكشن بس، ودي اصلا مش سيد سيف، هيجيب لك 40 عادي. دي كانت الامبورت والاكسبورت، طبعا في استخدامات كتير ليها وهتساعدك جدا كمان في الشغل،
بالذات لو انت بتتعامل مع فريم ووركس مثلا زي في جي اس او رياكت، هتلاقي دايما بتستخدم انت الامبورت والاكسبورت فيها.